السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفين جيم. في هذا الفيديو قلت لكم هذا العدسة يا اخوان اللي هو من شركة سيجما 18 مليمتر الى 35 مليمتر. هذا العدسة من افضل العدسات اللي ممكن تشتريها للكروب سنسر، وفي هذا الفيديو بحاول اشرح لكم كل التفاصيل عن هذا العدسة، وبحاول قدر الامكان يا جماعة ان يكون شرح مبسط وما يكون معقد بالنسبة لكم، فخلونا ما نطول بالكلام ومشاهدة ممتعة للجميع. طيب يا جماعة الخير، كما قلت لكم في البداية ان هذا العدسة من افضل العدسات اللي ممكن تشتريها للكروب سنسر. انزين، تقدر تركب هذا العدسة في الفول فريم، ولكن لما تحطه على 18 ملم راح يكون في اسوداج في الحواف يا اخوان، فراح تضطر انك تعمل زوم الى 24 او الى 35 ملم على اساس تزيل هذا الاسوداج اللي في الحواف. اما بالنسبة للكروب سنسر ما بيكون عندك هذا المشكلة ابدا، لان كما قلت لكم من هذا العدسة مخصصة للكروب سنسر. الحاجة الثانية في هذا العدسة جماعة الخير، لما تعمل زوم من 18 الى 35 الحجم البؤرة يا جماعة ما راح يتغير عندك ابدا، راح يكون نفس الحجم اللي هو f1.8، فما راح يتغير عندك الحجم البؤرة، فهذا شيء ممتاز للعدسات اللي هو من فئة الزوم. مش نفس هذا العدسة اللي احضر اراويكم، مش نفس هذا العدسة اللي هو الكيتلانس اللي من شركة كانون. انزين، لما تعمل زوم في هذا العدسة يا جماعة البؤرة في هذا العدسة تصغر، كل ما تعمل زوم كل ما البؤرة تصغر عندك. اما بالنسبة للسيجما جماعة الخير ما راح يتغير عندكم ابدا الحجم البؤرة اذا خليت على 18 او اذا خليت على 35، فما راح يتغير عندك حجم البؤرة. فهذا وش معناته؟ معناتك كأن عندك أربع عدسات من فئة برايم في هذا العدسة. على سبيل المثال يا جماعة، لما تحطه على 18، إنزين، لما تحطه على 18 بيكون 18 ملم f1.8، لما تعمل زوم إلى 24 على سبيل المثال راح يكون وش عندك 24 ملم f1.8، وإذا عملت إلى 35 نفس الحالة راح يكون وش f1.8، فالبؤرة ما تتغير عندك، فوش يكون كأنه عندك أربع عدسات من فئة البرايم يا جماعة الخير. فهذا شيء ممتاز لهذا العدسة، فأنت راح توفر مبالغ كثيرة لأنك راح تشتري عدسة واحدة، وهذا العدسة فيها أكثر عن اللينس يا جماعة الخير. انزين، بالنسبة للأوتو فوكس في هذا العدسة بصراحة ما أكذب عليكم يعني مش يعني ممتاز، مش نفس العدسات اللي هو من شركة كانون يا جماعة. العدسات من شركة كانون، انزين، العدسات من شركة كانون افضل في الاوتو فوكس. اتكلم عن اوتو فوكس يا جماعة، فالاوتو فوكس في العدسات الكانون ممتازة جدا يا جماعة الخير. اما بالنسبة للسيجما تقدر تعتمد عليه، ولكن مش نفس العدسات الكانون، فاوتو فوكس ماله تعتبر يعني متوسط يا جماعة الخير. اما بالنسبه للمينوال فوكس، هذا العدسه من افضل العدسات اللي استخدمتها للمينوال فوكس يا جماعه الخير. فلما تعمل فوكس في هذا الفوكس رينج راح يعطيك سلاسه في الفوكس يا جماعه، مش نفس العدسات الثانيه اللي نفس هذا اللي كيت لانس. لما تعمل فوكس تحس انه في تقطيع في الفوكس، يعني مش سلس نفس السيجما. السيجما مره سلس، لما تعمل زوم مره سلس، يعني ما عليه كلام ابدا في الفوكس. وحتى الفوكس بريذنج في هذا العدسة يا جماعه الخير ممتازه جدا. لما تعمل فوكس وانت قاعد تصور فيديو بتحس انه في فرق ما بين هذا العدسة والعدسات الثانيه في الفوكس بريذنج، فبتحس ان الفوكس سينمائي اكثر يعني. فيس هذا العدسة إذا أنت من النوع اللي تصور منه الفوكس، هذا العدسة ما راح يخيب ظنك أبدا يا جماعة الخير. هذا العدسة من أفضل العدسات اللي تقدر تستخدم منه الفوكس. هذا العدسة يعني مرة ممتازة جدا. وكما تلاحظوا يا جماعة العدسة مش خفيفة أبدا، العدسة ثقيلة وتقريبا وزنها 800 جرام. بالنسبة للفلوجز اللي باغي يشتري هذا العدسة للفلوجز، أنا أنصحك ما تشتري هذا العدسة لأنه مرة ثقيل يا جماعة، مرة ثقيل، فما ينفع هالبلوكس ابدا. فاحسن لك دور لك يعني عدسة صغيرة كذا، مش نفس هذا العدسة. هذا العدسة اذا بغيت تصور نفس انا كيف قاعد اصور الحين، ولكن تصور هالبلوكس لا، انا اصعب بشدة انك ما تشتري هذا العدسة. وهذا العدسة يا اخوان متوفرة للكاميرات الكانون ومتوفرة للكاميرات النيكون. اما بالنسبة للسوني ما متأكد اذا كان متوفرة للسوني هذا العدسات، فإذا كان ما متوفر للسوني تقدر تشتري أدابتر اللي هو E-Mount إلى EF-Mount.
إيمان حل السوني وي اف حال اللي هو طبعا الكانون يا جماعة. وكما قلت لكم يا جماعة عن هذا العدسة إذا كان عندك كروب سنسر أنصحك تأخذ هذا العدسة، لأنه بصراحة هذا العدسة من أفضل العدسات اللي تقدر تستريح الكروب سنسر، لأن أغلب العدسات اللي متوفرة في السوق إنزين حال كاميرات اللي هو الفول سنسر. فأنصحك بشدة تأخذ هذا العدسة إذا تبغى تصور فيديوهات حال يوتيوب أو بغيت تصور حال فوتوغرافي. فهذا العدسة مناسبة جدا لأي شخص عنده كروب سنسر. أما بالنسبة لأسعار لهذا العدسة يا جماعة الخير، إذا بغيت تأخذ مستعملة من الإي باي راح تحصل على 500 أو 520، إذا بغيت تأخذ جديد تقريبا راح يكلفك $700. إنزين راح يكلفك $700، فأنصحك تأخذ مستعمل أحسن عن تأخذ جديد. هذا العدسة اشتريتها مستعملة، تقريبا اشتريتها على حدود $550 أمريكي يا جماعة. فصراحة كان السعر ممتاز لهذا العدسة، لأن كما قلت لكم أن هذا العدسة يستاهل كل فلس. فالحين خلونا نركب هذا العدسة يا جماعة الخير في هذا الكاميرا على أساس نشوف إذا كان في فرق في الجودة. فخلونا نركب هذا العدسة. طيب يا جماعة اللي تشوفوه الحين هو عدسة السيجما. لو لاحظتوا يا أخوان الحدة مش فقط في الوسط، حتى في الحواف يا أخوان الحدة، لأن بعض العدسات يا جماعة الحواف تكون ناعمة في بعض العدسات، أما في هذا العدسة لو لاحظتوا أن الحدة في كل مكان، في كل مكان الحدة، وحتى الألوان يا جماعة ألوان طبيعية، يعني الألوان الطبيعية مش ألوان يعني فاقعة، لا ألوان طبيعية. فهذا شيء ممتاز لهذا العدسة يا أخوان. والفوكس يا أخوان ما عليه كلام أبداً، الفوكس مرة ممتاز صراحة، الفوكس ما عليه أبداً كلام. كما قلت لكم تقدروا تعتمدوا على هذا الفوكس. فايش رايكم لهذا العدسة؟ هل تحسوا ان هذا العدسة تستاهل $700 او لا؟ اكتبوا لي في التعليقات ايش رايكم في هذا الجودة لهذا العدسة. انا بصراحة اقيمها هذا العدسة على 8/10. لو كان في مانع الاهتزاز فهذا العدسة كنت بعطيه 10/10، لكن للاسف العدسة ما في مانع الاهتزاز وما في اللي هو مقاوم للماء والغبار، فأعطيه 8/10 هذا العدسة. لكن إيش رأيكم بالوضوح يا جماعة؟ إيش رأيكم بالوضوح؟ اكتبوا في التعليقات بصراحة إيش رأيكم بهذا الوضوح؟ أنا أحس يستاهل $700 يستاهل، لأن ما أتوقع إنك راح تحصل نفس هذا المواصفات في أي عدسة ثانية. لا ما أتوقع إنك راح تحصل هذا المواصفات في أي عدسة ثانية يا جماعة، ما أتوقع أبداً راح تحصل نفس هذا المواصفات. كما قلت لكم عندك 4 عدسات من فئة البرايم في عدسة واحدة يا جماعة. فمستحيل تحصل هذا العدسة في أي عدسات الثانية اللي متوفرة في السوق. فأنا أقول لكم إن هذا العدسة تستاهل $720 100% يا جماعة، 100%. ولا إيش رأيكم؟ أما بالنسبة للفوتوغرافي يا جماعة الخير، هذه العدسة ممتازة للفوتوغرافي. إذا كنت باغي تأخذ هذه العدسة حال فوتوغرافي مش حال فيديوغرافي، هذا العدسة ممتازة جدا يا جماعة، ما راح يقصر معك أبدا هذا العدسة إذا بغيت تأخذه للفوتوغرافي. الدقة والألوان في الصورة ممتازة جدا يا جماعة الخير، ما عليه كلام أبدا. فاللي باغي يشتري هذا العدسة للفوتوغرافي أنا أصح بشدة إنه يأخذ هذا العدسة، لأنه تقدر تصور الزاوية عريضة اللي حطيتها على 18 ملليمتر، وإذا بغيت تصور بورتريت حطه على 35. فأنت عندك ويش؟ عندك خيارات في هذا العدسة. هذه الخيارات ما تحصل في أي عدسة يا جماعة. فهذا من كذا أقولكم هذا عدسة من أفضل العدسات اللي تقدر تشتريها للكروب سنسر. فايس هذه كانت ريفيو بسيط للعدسة سيجما 18-35 f/1.8 يا جماعة الخير. اكتبوا في التعليقات هل راح تأخذون هذا العدسة أو لا، واكتبوا في التعليقات إيش رأيكم لهذا العدسة. كان معكم عادل من قناة Infinite Gaming، منتقانا إن شاء الله في الفيديو القادم. سلام.